عندي سؤال، عندي فضول والله، سؤال اعرفه. اتفضل. امتى بتبدا معاكوا المهنه؟ يعني حضرتك مثلا امتى عرفت انك انت بتحب الطبخ وقررت ان ده يبقى الكارير بتاعك؟ انا عمري 9 سنين. معقول؟ ايه معقول. ازاي؟ احكي لنا. اصير انا افوت على المطبخ واشتغل مع امي الله يرحمها. حلو. الله يرحمها. اصير شغلات تعيط علي وتضربني ارجع نفس الشيء، اشتغل وحب اعمل حلو وحلويات. واقتنعت ده اللي تتركك بعدين يعني؟ بعدين خلص شافت اني صرت عم ساعدها. استسلمت. استسلمت. طب وانت بدات معك ازاي؟ والله بالصدفه. الحقيقه انا كنت بايطاليا وما كان في غير مدرسه وحده اللي هي الفندقيه يلي واحد في نام فيها ببلاش. اوكي. رحت عليها لانه بدك تروح على ايطاليا فبدك تلاقي طريقه تبقى بايطاليا يعني. ما ينفع مصاري. بالصدفه الحاجات كلها دخلنا عليها وبعدين اكيد انتقلنا على على الجامعه بعدين، بس هيدي ما كانت ابدا بالراس. والشيف فادي كنت انا انا تلميذ شيف انطوان قد ما معجب بادائه بهذا، هو حمصنا نروح على المصلحه ورحنا للاخر. بس انا اكيد مع المراه تكون مندمجه بالمطبخ معنا و... بس انت فادي وصلوا ماشي شكله على التليفون. هيك يعني برافو. وبعدين عندكم هيك مره لطيفه. فادي وصلك شي واتساب؟ فادي وصلك شي واتساب؟ يلا يلا يلا. طب نعرف هنا بدات معك ازاي برضو؟ انا كان عمري 7 سنين ورجع من المدرسه، كنت ساعد الوالده بالبيتزا والفطاير، فقلت لها مام اي ونت تو ميك شيف، بدي اعمل شيف كان. قالت لي انا بدي اياك دكتور، بدي اياك مهندس يا ابني، بدي اياك طباخ. قلت لها انا رح استمر دكتور اشاره الخير. برافو. اكيد هلا بنوجه لها تحيه للوالده الكريمه الله يطول بعمرها. الله يطول بعمرها. الله يخلي لك ايه، الله يخلي لك ايه. صدفه كمان، صدفه امي بدها تعملني مهندس وانا ما بحب، فثاقبت حامل هالمساطر وماشي على الطريق، بلاقي واحد كثير مبسوط نزل من الفندقيه بساله شو عم تعمل؟ قال لي طباخ. كان اسمه طباخ قبل. ايه. فقلت يلا بروح بعملها مازال ما فيها درس، وهيك رحت فت على الطبخ. بس طلع فيها اهم كثير بدك تدرس وكثير بدك تضل ابديت على اللي عليها تنجح فيها. وانا مع المراه ترجع تندمج معنا بمجتمعنا. اهم شيء فيه بفرنسا وباوروبا هن اتوالي، هن بنات وكتير أبضيات وكتير طبعا. ماشين نحن هون للأسف بعدنا منطلع فيها فيزيكال. لا هي منا هيك، هي هون شاف بعقله. معلش شي بوب، أنا بدي أدخل شوي بالنسبة لفرنسا وأوروبا. بس طويل شوي. لا قول لنا، أنا كمان باختصار. أوكي أنا كمان يكون عنا وقت. مش بالصدفة أنا بالأكاديمي بالمدرسة. نعم. وقت بالبرفي ما كنت مأبدع يعني، انا وقت جبت 89.5 على الحفه نجحت، عرفت كيف؟ فانه ما بديش اروح كفي اكاديمي، قلت بروح على المهنه. شو بدك تختار؟ اخترت الفندقيه. طلعت الفندقيه اصعب من الاكاديمي، بس الحمد لله نجحنا وابدعنا طبعا ورفعنا اسم لبنان بالعالم. يعطيكم الف عافيه، يعطيكم الف عافيه. بس بنرجع بس هيك بس تذكركم انه كلكم بلشتوا من المطبخ عند الوالده بالضبط. تلاميذه. يا سلام يا سلام يا رولا. حلوه حلوه دي.